عشان اخد وظيفه مش عايزينها. عشان تكتب لي تقرير حلو خلاص؟ لا. واضح؟ لان الفقير المسكين هو سيد الموقف. وهي سيدة الموقف مش انت. مهما خدت 500,000 دكتوراه ومليون دكتوراه وكل الاوسمه الذي يقودك في هذا العمل هو اليتيم والأمارة. دي اول قاعده تقفوا عليها. عجبكم تخشوا، ما عجبكوش ما تخشوش. احنا مش عايزين شباب سلطه اي حاجه على اي شيء تطلع كل حاجه في اي شيء. حكاية اللي هو الدكتور اللي بقى واي حاجه تحطوها على بعض كده تطلع شكلها حلو، لا لا لا. عمل انساني محدد واضح لهدف لمهمه عليكم مسؤوليه، هتشيلوها ولا مش هتشيلوها؟ بس تقبلي انك تبقي خدامه. عارف خدامة يعني ايه؟ عارف. يعني تقبلي تعرف في مصر بعمل محاضرة في سيد الصاوي، من حاجة يعني مشهورة جدا سائد في مصر يعني الثقافة. وجات ست من المصريات اللي هم اتربوا في الجيل الثلاثيني والاربعيني من القرن الماضي، ومن كانت يعني من الناس الاغنياء جدا بتتكلم عربي بالعافية. وقالت انا لما اتطوعت في الهلال الاحمر كنت بودي علشان اغسل رجلين الناس الفقراء. لقيت اليوم مش نظيفه. فبقيت انضف لهم بين صوابعهم، وهي قرفانه وهي بتكلمني بعد 50 سنه. بس جزاها الله خير اني عملت كده. لكن انت هتشيلي الشيله. لان اللي قدامك دي امك او اختك او اخوك او ابوك او عمك او خالك. لو ما حسيتيش بكده مش عايزين. لان احنا عايزين روح مش عايزين مكان. المكان ده بيصنعه اي حد ممكن قاعد عليه قرد يمشيه. مش ممكن عندهم من قرد زي شو عربيه؟ انت مش قرد. انتوا مش مكان. انتوا بشر. ليكم رساله وليكم مهمه وليكم رؤيه وليكم هدف عايزين تحققوه. اتفقنا هنبقى ايه ولا ما اتفقناش؟ الكلام اللي قاله الدكتور غسان، احنا كنت في الجزيره النهارده سبحان مش كده؟ وكنا بنعمل مشروع كده عشان يبقى فيه ما بين الدراسه الاسلاميه وما بين الجزيره في عصر الديجيتال ماركت. فلما اللي هم ادونا هديه، الهديه كان حاجه زي كده، انا جيت اتحط في مكتب دراسه اسلاميه اللي هو شعار الجزيره. أنا بقى يا بنات يا شباب، افتكرت من 38 سنة لما كنا بنقف في الشوارع وبنشتم وبنزق يمين وشمال وبنتاخد من صندوق التبرعات، واحنا بنوزع الأوراق من دكان لدكان ومن شارع لشارع ومن بيت لبيت، الناس كانت بتحتقرنا وتحطنا في المطارات تسألنا وكذا وكذا. فيمر بك الشريط 38 سنة إلى أن تجدي أن الذي يريد أن يضع شعاره عندك الجزيرة. شفت قد إيه أنت بتبقى فرحانة؟ بس تاخد قد إيه؟ 38 سنة نتسجن في المطارات، نتبهدل في المطارات، نبيت، نتبهدل في المخيمات إلى آخره. عايزة تشيلي؟ قولي. عايزة تشيلي؟ قولي اه. محاضرة الأسبوع الماضي وكلام حضرتك دكتور شجعهم كثير على العمل لا أنا بكلم بجد، تعرفوا ليه؟ لأن إحنا عايزين ناس منتقين. ناس يقدروا يحققوا أحلام الملايين اللي موجودين في كل مكان. سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. ناس محتاجين لكم، ناس بيحلموا بيكم، ناس لما بنتوا تخشوا عليهم المخيمات او البيوت او الخيم او الاخره بيحسوا ان الامل جه معاكم.
ناس بتشوف في عيون أطفالهم بريق الأمل. الله هيجيب لنا أكل. الله هيجيب لي جزمة ألعب بيها كورة. الله هيجيب لي كتاب. الله هيجيب لي تيشيرت. ده حلم ده تيشيرت. إن شاء الله يكون قديم. فأنتم هؤلاء الناس. بس أنا قلت لكم مسيرة ما بين 38 سنة نحن بنزقونا في الشوارع. نتجيلك ملكة أو أمير أو كذا يكرمك مش عشان خاطرك. عشان خاطر الفقراء والمساكين. العمل ده استكمالا اللي انتوا ناقشتوه الاسبوع اللي فات اللي هم الإثكس او اللي هم الاخلاقيات. لابد العمل بتاعنا يكون عنده اخلاقيات. واخلاقيات احنا اللي نحطها. شئت ام ابيت انت تكون وضع اخلاقياتك اللي بتعبر عن ثقافتك وفلسفه فكرك. فلابد نجتهد في وضع اخلاقيات لا ثقافه ولا فلسفه ولا قيم خارجه من مجتمعاتنا. اعتز بها. وبعدين اسال فيها اهل الذكر. ان في قضايا كتير جدا. الفقه ما هوش لون واحد. ما هوش حجم واحد او مساحة واحدة. ما هوش رأي واحد. ما يكون عندي مثل هذه المشاكل. اتكلم مثلا عن السوريين والسوريات مجتمع محافظ زي الليبيين بالظبط. انا حضرت ليبيا في الستينات كان مش ممكن تشوف البلد. لابسين الجرد، فاكر الجرد؟ في حد بيلبس الجرد دلوقتي؟ مفيش خلاص. اشرح لهم ايه جرد؟ جرد هو الغطاء يغطوا به الوجه، يعني هو زي العبايه لكن بيغطي كل الجسد المغطى، يعني يبين الفتحه للعين بس. لا ده كمان بتبقى حاطها كده زي الحاف. ومسكها هي كده عشان مش مربوط بس، ماسكها بايدها وبس حتى كده تشوف منها وخلاص. يعني الست حريصه بايد والايد الثانيه ايه بتبص بيها من اللي قدامها. سواء كانت بنت صغيره او غير صغيره. فلابد احنا اللي نحط الاخلاقيات بتاعت العمل الانساني من حقكم. لان كنا بنتناقش احنا مع الصليب الاحمر الدولي وغيره كان الامناء منهم يقولوا احنا وضعنا كل هذه القوانين الانسانيه من وجهه نظر الثقافه الايه المسيحيه. خلاص ده احنا فاهمينه. ده ما يمنعكيش انك تضعي من عندك من وجهه نظر الثقافه الاسلاميه. وهتلاقي العمل الانساني في بحبوحة كبيرة جدا. وفي يعني ملتقى ما بين الثقافات كلها. اتفقوا على الأشياء المتفق عليها واتركوا الأشياء المختلفة. فبالنسبة للأخلاقيات لابد يكون فقه فقه وأنا أعني فقه فقه العمل الإنساني. اللي أنتوا لما عايزين تعطلوا له أنتوا نفسكم عشان تطلعوا من خلال الأخلاقيات بتاعته تستعينوا ببعض الفقهاء اللي هم يفهموا انتوا بتعملوا ايه. في بعض المشايخ مش فاهمين. ممكن يفتوا لكم اشياء لا تصلح للزمان. لابد انت يا اختي اسمك ايه؟ ملاك مره واحده كده. مش حاجه قبل الملاك كده؟ الانسان ده ملاك؟ مش حاجه في النص؟ ها؟ مش حاجه في النص؟ لا 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 مش حاجه في النص. في ايه مثلا؟ قال لك عفيت من الجن قال له انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك مش كده برضه؟ ده سيدنا سليمان. عارف سيدنا سليمان سمعت عنه؟ اتيك به قبل ان تقوم مقامك. وقال الذي عنده علم الجن انا اتيك به قبل ان تفرد هيك طبعا. والعفيت من الجن اللي هو قبل الملاك. العفيت مؤمن. طب نرجع مره ثانيه. انا لازم يكون عندي رؤيه وانا لازم يكون عندي هذا الفقه افهمه. فلما انا عايز الكلام اللي بتكلم عنه كده مثال الحاجات اللي حصلت مثلا اخدكم مثلا قضيه البوسنه. قضيه البوسنه كان انتصار ممان هجم مبارك يعني الحكومه كانت بتاعتي حبوب
الجنود علشان يغتصبوا البنت المعتقلة خمس وست وسبع مرات في اليوم. هذه مستقبلها ايه؟ البنت اللي هتولد او الابن اللي هيولد بعد كده مستقبله ايه في المجتمع؟ لو الاطفال مش عارفين ابوهم مين. لما نيجي نحدد اخلاقيات العمل الانساني خاصة في مناطق الكوارث، حرمة المرأة اللي كانت في يوم من الايام في مجتمع مستقر ليها كيان، بالذات المرأة اللي هي مستضعفة والعياذ بالله في المجتمعات دي كلها، هي والاطفال. دخولكم على الاطفال والنساء كرجال زيك انت، انا امنعك من خلال فقهي انا اللي انا تربيت عليه، ان امنع اي رجل يدخل على خيمه فيها امراه دون ان يكون معها حتى يكون معها اولادها. لا يمكن، لا يمكن، لابد ان يكون معك حد ثاني، او انا احبذ في الحاجات دي النساء هم يقوموا بيها، لان جربناها. لما كنا بنروح كرجال هذه المناطق كانت الأطفال بيخافوا مننا، وكانوا النساء مكسوفين من سبعة المرأة. ربنا ربنا خلقهم كده يا أنت مالك أنت؟ وأنت ربنا بتبصلي كده إيه؟ أنت مالك؟ ربنا خلقهم كده بطبيعة، تكون الواحد تكون مسيحية بوذية، هي طبيعة في الآخر جيني. ولما خدم على كده خدم معانا هيلين ونجي افغاني وكذا وكذا، والله العيال ما هم مقطعين ينطوا على حجرها ويحطون البنات كده يعني، ومش شايفين حد يعني غريب بيخطئهم، مختلف تماما. فين دورك انت؟ ما تسافري الخيمات عشان انت تشتغل، وانت تخشي وانت تتعالجيهم نفسيا، وانت تقعدي مع الاطفال الى اخره، عشان ما يحصلش حد يجي يتفلسف عليها ويقول لنا ايه؟ ويقول لنا سيف جاردنج. يعني ايه سيف جاردنج؟ نعم استنى سبقني يعني بالعربي حماية. حماية حماية ايه؟ ما احنا عندنا مفيش اختلاط في الاصل. فلذلك انت لما تخش الحاجات دي كده هو ها يبقى انت عارفة ازاي تتعامل مع مشكلة. مشكلة لما تكون انت مثلا وكنا مثلا ماشي في قضية اسمها كده الصومال، وعندي 10 اطفال، والاب شايل طفل وماسك طفل في ايده اليمين وفي ايده الشمال، والام كذلك، وطفل مش قادر يمشي خلاص يسيبوه يموت. ايه رايك انت تفكر في هذا الموضوع؟ كأم أو كأخت أو كأب يسيبوه يموت. شفت قد ايه الحاجة؟ كيف إن في أم بتترك ابنها فلدت كبدها؟ احنا بنشوف مع الحيوانات دلوقتي والطيور ازاي الأم بتقاتل قتال شرس، تعبان ونسر وكذا وكذا، وتضحي بحياتها أكثر من الرجل يعني عشان تحمي البيض بس. فما بالك ام؟ شفنا الناس ده في الصومال ماشيين مئات الكيلومترات، ده في فقه جديد، في اخلاقيات جديده وقيم جديده انتوا تحاولوا تقوموا بيها، لان انتوا ايه؟ انا يا بنتي حمود ان شاء الله. لا انا قلت لك ما سالتكيش رايي، انا قلت لك اولي وان واي سيستم وان شاء الله. تيجي معايا؟ خليك قاعد نستنى شويه شويه، خليك انت ان شاء الله، انتوا هتكملوا. احنا بدانا من لا شيء في الصفر. في وقت كان الاسلاموفوبيا لسه ما كبرتش. في وقت كان المجتمع فيه حريه شويه. سواء في الغرب او في الشرق. العمل الانساني ايام قضيه البوسنه قبل بلاء حسن عند المسلمين العرب. يعني هو كان من فضل الله سبحانه وتعالى جزء كبير جدا من انه ساعد على حفاظ الهويه البوسنويه من 92 ل 95. من الكويت ومن قطر والامارات والبحرين ومن السعوديه ومن عمان ومن اليمن ومن من من مصر ومن الجزائر ومن الاردن، كل الحاجات دي كلها، ومن تركيا طبعا ومن ايران الى اخره. عملوا اشياء غير عاديه، لكن لا، اللي بيخطط لك ضدك يا بنتي لا ده ما ينفعش. وبدا تيجي 11 سبتمبر بعد كده وبدا يضايق علينا، وبدا دلوقتي يكون في ايه؟ الاسلاموفوبيا والحرب الارهاب وداعش وماعش وكعش الى اخره. ها؟ فالعمل الانساني ما هوش مجرد مشروع بتعملوه، او مجرد فند ريزنج بتجمعوه، او مجرد برنامج. ده عمل انساني، حياه اللي قدامك، مستقبل اللي قدامك، احلام اللي امامك،
امال اللي امامك، معاناه اللي امامك، مش عايز منك اكل. بتعرف البسمه لما تخش على ارمله ولادها انت واختك سوا في المخيمات وتبتسم في وشها وتحس انك جزاك الله خير، انا ما عنديش حاجه اكتبها لك لكن جاي عشان ايه؟ اقول لكم كيف حالك. دي لوحدها بتغير مفهوم استقبال المراه وابنائها للبلاء اللي هم عايشين. العمل الانساني مهمه ورساله وقيمه غاليه مش مجرد فلوس. اوه تحولوا العمل الاسلامي العمل الانساني لمجرد ارقام او عدد جزم او عدد مخيمات او عدد السراديل او عدد شرط الى كل واحد من اولاد فرد لهدف في الحياه لامل في الحياه لمشاعر. فلابد يا بنات وشباب ان احنا نعيش احلامهم عشان نحقق لهم ونعيش امالهم عشان نحقق لهم ونعيش ألمهم عشان نبعدها عنهم. لما تخشوا في الموضوع ده مش مجرد أفلام وريستوريس ترجعوا كل واحد يسقف كده لنفسه وبعدين بعد كده يروح يدور على وظيفة، لا. وخلي بالك معايا يوم الأستاذ أه من عندنا منين في العراق؟ مصروية من عند حسن المصري. في كان في يوم من الأيام العراق فيها جفاف، البصرة فيها جفاف. الحسن البصري. ودخل سيدنا الإمام الحسن البصري وده هو يعتبر سيد التابعين. يعني هو بقى هو آخر من شاهد جيل الصحابة وأول التابعين. صح؟ ولقى عبد أفطس. وهذه الثياب الدنيا ده ما كانش في كهرباء ولا إنترنت ولا فيسبوك ولا حاجة في الجامعة. وقعد بيدعي رفع إيده في السماء. إيه ده ربنا عشان ننزل مصر. المطر نزلت غرقت البصره كلها. العبد ده ما شافش سيدنا الامام الحسن البصري وهو قاعد. فسيدنا الحسن البصري تتبعه. شوف بقى التقوى هنا والصله بينك انت اسمك ايه؟ سليم. سليم الاول ولا الثاني؟ الثاني. سليم تتبعه لغايه ما وصل البيت بتاعه. ثاني يوم راح عشان يشتريه. الراجل قال له الراجل ده العبد ده ما ينفعش ما عملش حاجه. كل ما اقول له حاجه قال لي انا عايز العبد ده. فلما اشتراه سيدنا حسن البصري وخده معاه بدا يساله. قال له انا كنت في المسجد امس وسمعتك وانت بتقول الدعاء. قال له تعرف يا حسن ايه؟ اول سمعتني ما كانش عايز سر العلاقه بينه وبين ربنا يعرف. هو سمعتني؟ قال نعم. فدعا ربنا اللهم اغفر فقبل. خلاص انا ما ينفعش اعيش في دنيا الناس عارفين فيها ان انا مبارك وان انا مستجاب الدعوه. شفت قد ايه؟ فانا عايزك انت مش هبه واحده انا؟ يعني انت ملاك مش عارفين ان انا جاي. هو ايه هبتك؟ قلت ايه بقى انت كمان؟ نار ولا نور؟ طب الحمد لله مش نار. وقت السايد هناك مش طبيعي. اه طب نبدا يرجع الناس الغلابه. دول غلابه لا ما بس انت عارفين ده ربك ولا مش عارف. فلما انت داخل المخيم ومجدد نيتنا كل يوم واحنا داخلين المخيم ان انا نازل عشان ارسم البصمه على طول. شوف قد ايه البركه هتحصل. وعندكم كان في 2 مليون نازل واكثر. من ايام داعش الموسم بالذات. صح؟ انا بروح من العراق من ما تولد 96 ايام صدام حسين كان لسه عايش. وكنا بلد من البلاد اللي ذبحتني. ذبحتني بمعنى ايه يا اخ بس انا يعز عليا يعني ايه امجاد العراق ومجدات العراق ان انا اروح لهم أوزع عليهم أضاحي. كنت أنا بقول جاتني 60 ليلة. إزاي أنا أروح للعراق اللي خيرها على البلد دي وعلى البلد دي وعلى البلد دي وعلى البلد دي وعلى البلد دي. ودلوقتي أوزع عليهم حتة لحمة ولا حتة خروف ولا حتة جلدة ولا حتة. وأكتر منظر يا بنات وشباب
تعبني. أنا بوزع الضحف العراق في 96 حي ثورة بغداد. هم في المساجد في بفيك زي ما نقول عريشة فوق المظلة في مساحة كبيرة جدا زي مننا. كنت أنا نايم تعبان تحت المظلة. دخلت امرأة من أمراض اللي تسمى مجزات العراق. لقيتها بتوطي كده. بص يمين بص شمال. وأنا ربنا هيحاسبني. سمعني. أنا بكلم جد. على أن أنا شفت المرأة وتسمرت في مكاني. ولم أفعل شيئا. بعد هذا المنظر. خمسة وعشرين سنة. هتحاسب معايا حساب شديد. شايف الأرض حالة كده. وهي بتشيلها لأنها عزيزة. وكريمة نفسها من بص يمين وشمال. تعرف شايف من الأرض. مصدرين الخوف. عشان يكون هو ده. طعام الأولاد من العيد. شفت قد ايه وصلنا اولادنا وبناتنا وكلمنا بعد 25 سنه. انا لا ادري ماذا سيفعل اليوم. ان انا ما جريتش قلت لها تعالي يا اختي اجيب لك كذا وكذا وكذا. فانا اخطات وساحاسب على هذا الخطا بعد 25 سنه من مشاهدتي لهذه المره. كانت مكسوف لكن هتاخده تغسله تشيله من التراب تعمل منه شرب تعمل منه اي حاجه. تخيل بقى العراقي بياكل كل الشرب كان اغنى من كل الشرب دي كلها. بس ابن عفان مش عايزكم لما تشوفوا امراه زي كده يحصل لها اللي حصل. تقعد ساكتين تغلط الغلطه بتاعتك معايا يا بنات. بعد 25 سنة مش قادر أنسى هذا المنظر. فكونوا أنتم عاملات خادمات نجيبات. وكونوا أنت خادم نجيب للأبرار الفقير المحتاج المسكين. أنا مش هطول عليكم عشان أكون غسان عايز كنت تتكلموا لكن ما اقدرش اعدي على سوريا ولا على اليمن. اليمن على الاوريكس ولا على الجوهر ولا على كشمير ولا على الهند ولا على الرهيبة واقصد عيب عيب كده يا سليمان ولا سليم عيب. ليه؟ لأن هي دي العلاقة اللي بينك وبين ربك. وهي دي العلاقة اللي بينك وبين هؤلاء الناس. تعرف هيعملوا لك إيه من أيام؟ هييجوا يمسكوا فيك ويقول آه عم محمد اللي جبنا لك. هدخلوا بالدم. شفت قد إيه؟ هدخلوا بالدم. أوسع الأول. ولذلك أنا عايزكم تكونوا أحسن مننا بمئة مرة وبألف مرة وبمليون مرة. لأن فرصتكم النجاح أكثر من فرصتنا. إحنا بدأنا من مش لا شيء من الصفر وربنا سهل لنا الأمور. أنتم عندكم حيثيات كثيرة. إن شاء الله تكونوا أنتم ممن يعطلون مستقبل هذا العمل ليس فقط للأمة الإسلامية ولكن للعالم. معايا يا شباب؟ تعالى يا دكتور غسان. أنا خلصت كده عشان أنت إيه؟ ما أطولش عليك. والله دكتور أنت إيه؟